السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ محمد. وصفة اليوم إن شاء الله رحينا نحضر مع بعض حلوة السنيوة أو حلوة الطبقات. طريقة تحضير هذه الحلوة راه سهل بزاف وأيضا راح يقطع لكم كميات لا بأس بها. نتمنى فقط الوصفة تاع اليوم راح تنال إعجابكم. أما فيما يخص المقادير راح نحتاج ما بين 550 إلى 650 غرام من الفرينة أو الدقيق الأبيض اللي هي 5 أكواب يكونوا معمرين بهذا الشكل. عندنا أيضا كوب من السكر 200 غرام وعندنا أيضا كوب من الزيت اللي هو 180 غرام، 5 غرامات من الفانيلا، عندنا القليل أيضا من قشور البرتقال، 5 حبات من البيض، 15 غرام من الكاكاو وعندنا أيضا 15 غرام من الخميرة الكيميائية. نجوز الآن نشوفوا طريقة التحضير. راح نبدأ على بركة الله في طريقة التحضير. في الأول راح نحط الكمية تاع البيض وراح نضيف أيضا الكمية تاع السكر. الآن راح نبدأ نضرب السكر مع البيض بسرعة تكون ضعيفة فقط باش يفتح لنا البيض مليح ويذوب كمية من السكر. هذا القدر اللي فتحنا فيه البيض مع السكر راح كافي. راح نبدأ نضيف في الكمية تاع الزيت. هذا القدر هكذا راح كافي. هنا الكمية تاع الفرينة راني غلبلتها راح نضيف نصف الكمية في الأول وراح نضيف معها كمية تاع الخميرة. بالنسبة للكمية تاع الخميرة 10 غرامات ماشي 15 غرام، يعني نستعملوا 10 غرامات راح تكون كافية. بسم الله نضيف كمية أخرى من الفرينة هكذا. الآن راح نقسموا العجين تاعنا إلى نصفين، حاولوا أنهم النصفين يكونوا متساويين لأنه جزء راح نعملوا فيه الكاكاو. هنا رانا قسمنا العجين تاعنا إلى جزئين، الجزء الأول راح نستعمل فيه الكمية تاع الفانيلا، والجزء الثاني راح نستعمل معاه قشور البرتقال، والكمية تاع الكاكاو اللي هي حوالي ملعقة ونصف راح نضيفوها للجزء اللي استعملنا فيه قشور البرتقال. نبدأ بهذا الجزء نضيف له كمية أخرى من الفرينة. وراح نخدم بيدي احسن يعني باش نتحكموا في القوام تاع العجين. لاحظوا القوام تاع العجين اللي لازم تحصلوا عليه، يعني العجين تاعكم يكون شويه طري لكن ما يكونش طري بزاف، يكون متماسك. بنفس الطريقه راح نزيد نحضر العجينه الثانيه. في الاول ندخلوا ذاك الكاكاو مليح مع العجين، نضيفوا ايضا كميه من الفرينه وندخلوا هذيك الفرينه جيدا مع العجين. بالنسبه للكميه تاع الفرينه اللي استعملتها راني استعملت 650 غرام من الفرينه لانه الحجم تاع البيض كان كبير والحجم تاع البيض يلعب دور كبير في الوصفات اللي فيها كمية تاع البيض كبيرة. انتم بقاو تضيفوا في الفرينة تدريجيا حتى تحصلوا على عجينة تكون متماسكة. لاحظوا القوام تاع العجين اللي لازم تحصلوا عليه، لازم يكون عنده نفس القوام مع العجينة الأولى اللي كنا حضرناها. راح نبدأ بسم الله نفتح في العجين وراح نبدأ بالعجين اللي باللون الأبيض. راح نحط ورق الطهي في الأسفل ونزيد ورقة أخرى في الأعلى وراح نبدأ نفتح فيها مباشرة. حاولوا انكم تفتحوا العجين على شكل مستطيل باش يساعدكم في العمل. دائما نزعوا كميه من العجين ونحط في المناطق اللي تكون فارغه بزاف هكذا. نعاود نغطي العجين تاعنا ونعاود نفتح. هذا القدر هكذا راه كافي. لاحظوا الشكل اللي حصلنا عليه. راح نعاود نغطي العجين ونخلوه جانبا وبنفس الطريقه راح نفتحوا العجينه الثانيه. يعني لاحظوا معنا العجين تاعنا تقريبا عنده نفس الطول ونفس العرض. راح نرفع هذا الجزء اللي بالكاكاو وراح نحطه مباشرة فوق العجينة الأولى هكذا هكذا. نعاودو نسوو فقط العجين، نعاودو فقط نغطوه، يعني نحاولو نطولو الشكل المستطيل. الان واش راح نعمل؟ راح نعاود ندخل العجين تاعنا للمجمد وراح نخليه في المجمد حوالي نصف ساعه حتى يتماسكوا الطبقات جيدا. هنا العجينه تاعنا بعد ما نخرجوها من المجمد راح نقسمها مباشره على اثنين في الوسط هكذا. نعاود نحط عليها مباشره ورق الطهي ونقلبوها هكذا. نزيد نتأكد أن العجين راه مقسوم في الناحية الثانية وراح نرفع هذا الجزء هكذا.
هنا كاين اللون الابيض، نعاود نقلب العجين تاعي بهذا الشكل ونحطه فوق الجزء الاول. نعاود نقلب الورق تاعي بهذا الشكل، لاحظوا راني نحط فيه بالطول، ونقلب العجين هكذا هكذا. نعاود نسوي العجين تاعنا شويه، نعاود نغطي على العجين ونعاود فقط نفتحوا العجين، يعني العجين تاعنا كي يكون بارد ويكون متماسك راح يبقى محافظ على الشكل تاعو. نعود بنفس الطريقة نزع الورق، ونعود أيضا نقسم العجين في المنتصف هكذا، يعني نقسمه بشكل تقريبي فقط. نعود نقلب العجين بتأكد أن العجين تاعنا كامل مقسوم. نعود نرفع هذا الجزء، ونعود بنفس الطريقة الجزء الأبيض نحطه في الأسفل هكذا. يعني هكذا رانا طويناه زوج مرات باه تحصلوا على 8 طبقات. واللي حاب يحصل على طبقات اكثر تقدروا تزيدوا تطووه، لكن انا نفضل 8 راح يكونوا كافيين، يعني باه الشكل تاعهم يكون ظاهر. فيما يخص الصينيات، استعملوا اي صينيه انتم تحبوها. اذا حبيتوا الحلوه تاعكم تكون عاليه استعملوا صينيه تكون صغيره، واذا حبيتوها تكون رقيقه شويه استعملوا صينيه تكون كبيره. بالنسبه لهذه الصينيه فيها 24 على 30 سنتيمتر، حبيت الحلوه تكون شويه عاليه، لكن اذا حبيتوها تكون يعني متوسطه استعملوا 30 سنتيمتر على 30 سنتيمتر. وراح نقلب الخبزه تاعنا مباشره في الصينيه. تلقاوها هكذا ماهيش مشكل، نعاود فقط ننزع هذا الزائد، وكيما نرفعوه نعاود نحطوه في المناطق اللي تكون فارغه هكذا، يعني باه يبقى محافظ على الشكل تاعو. ونعاود نسوي كامل العجين جيدا باليد نتاعي فقط. الان راح ندخلوا الصينيه تاعنا مباشره للفرن اللي يكون مسخن مسبقا على درجه حراره 170 درجه. راح تدي لكم الوقت في الفرن ما بين 25 دقيقه الى 30 دقيقه، يعني كل واحد والفرن تاعو. بالنسبه للغاناش او طليه الشوكولا اللي حين نستعملوها، راح نحتاج 200 غرام من الشوكولا مع 100 غرام من الكريمه الطازجه اللي هي لا كريم فريش. اللي ما عندوش الكريمه الطازجه تقدروا تستبدلوا الكميه ب 80 غرام من الحليب، راح يعطيكم ان شاء الله نفس النتيجه. واللي ما يحبش يستعمل الحليب او الكريمه الطازجه تقدروا تضيفوا فقط حوالي 2 ملاعق او 3 من الزيت مع الشوكولا، وراح نذوب الخليط على حمام مائي. في الاول راح نضيف الكميه تاع الكريمه هكذا، وراح نحط الخليط على حمام مائي. راح نبدا الان نضيفه في الشوكولا، لكن قبل ما نضيفه الشوكولا لاحظوا لهنا كيفاش تكسرت الخبزه او الحلوه تاعنا. علاه تكسرت هكذا؟ لانه كنت نسيت ما ثقبتش العجين قبل ما ندخلوه للفرن. انتم ثقبوه قبل ما تدخلوه للفرن، يعني باش ما يطلعوش طبقات ويعمل لكم هذا الشق هكذا. الان راح نبدا نضيف في الشوكولا اللي كنت ذوبتها مع الكريمه الطازجه. بالنسبه للكرناش اللي راني حاب نحصل عليه، راني حابه يبقى طري يعني ما يبسش بزاف هكذا. وهنا عندي ايضا كميه من الشوكولا البيضاء، راح نبدا نعمل خطوط بهذا الشكل. وراح نبدا نعمل في الخطوط بالعكس. نخلو فقط مسافة صغيرة باه نعاود نعمل خطوط أخرى في الوسط. نعاود فقط نعمل خطوط بالعكس. وراح نحطوها الآن جانبا. الان احنا نزعها مباشره بالصينيه باه نقسمها. بسم الله هكذا. احنا نبدا نقسم فيها بسم الله.
هنا رانا كمان حضرنا الوصفة تاع نهار اليوم، شوفوا ما شاء الله النتيجة النهائية اللي رايحين تتحصلوا عليها. يعني طريقة صنع هذا النوع تاع الحلوى راه سهل بزاف، وأي واحد يقدر يحضر هذا النوع. ملاحظة فقط، اتبعوا كامل الخطوات اللي مديتهم لكم باش تحصلوا على نفس النتيجة في الطبقات اللي عملناهم. لاحظوا الطبقات تاعنا كيفاش يكونوا كامل واضحين. وبالنسبة للجلاساج اللي عملناه، أنا حبيت نتحصل على جلاساج يكون طري لمدة طويلة، يعني ما يكونش متماسك وناشف. لكن انتوما إذا حبيتوا الجلاساج تحكم يكون متماسك أكثر ولا يكون ناشف، ما عليكم غير تنقصوا في الكمية تاع كريمة الطازجة اللي عملناها. احنا عملنا 200 غرام من الشوكولا مع 100 غرام من الكريمة الطازجة. انتم استعملوا 200 غرام من الشوكولا مع 50 غرام من الكريمة الطازجة حتى تحصلوا على جلاساج يكون متماسك أكثر. لكن نفضلوا بهذا الشكل راح يكون أحسن. راح نقسم واحدة بسم الله. لاحظوا القوام تاع الجلاساج كيف هيكون، يعني لما نحط الأيدي تاعي راح نلقاوها طري من الفوق. لاحظوا يكون كامل طري. بسم الله. شوفوا ما شاء الله الحلوى تحكم كيفاش تكون لداخل. نتمنى ان شاء الله الوصفة تاع اليوم تكون نالت اعجابكم، ونتمنى ايضا انكم تجربوها. والى الملتقى في وصفة اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.